وانا هاي هويتي او هيك هاي هويتي. اسمي عبد الله شطرو، عمري 20 سنة، مولود في 1/7/1995، ولدت في عمان الأردن المستشفى الإسلامي. يمكن هو الشيء الوحيد اللي منيح في حياتي اللي صار معاي شهادة ميلاد أردنية. أنا كردي من أكراد سورية قامشلو، بس مولود وعايش. وأنا صغير كنت أحب دائما أهرب، مش أهرب، إني أركض لحالي أحيانا، أطلع أركض في الضواحي وفي جبال عمان، كنت ألحق العصافير أركض معهم. ما كنت عارف إنه الجنسية ما في جواز سفر، ما في سفر، ما في روح، ما في جي، ما في حتى لما تكبر، لما تبدأ تدرس بدك تدفع أكثر، لما بدك تسافر مش هتقدر تسافر، لما بدك تشتغل ما في شغل. دائما يسألوني الناس انتوا ليش ما تجيب، انتوا ليش تطلع رخصة؟ بحكي لهم ما بقدر اطلع رخصة، بصفوا فيا كيف ليش بتقدر تطلع رخصة؟ بحكي لهم طب انا عايز اطلع رخصة، مين انا بدي اطلع رخصة؟ انا مين؟ طلعت لي فرصة اطلع على مؤتمر شبابي للمبدعين في لوس انجلوس. بحكي لابوي انه طلعت لي سفرة على امريكا وبتروح اسافر مؤتمر وفي راح يعلمونا فيها اشياء وراح نشتغل فيها اشياء حلوة. بقول لي لا انت مش تسافر. ليش؟ ما بتسافر. ليش ما بتسافر؟ من هون لهون حكى لي انت ما معك جواز سفر. انت ما معك جنسية، كيف بتسافر؟ انت ما بتقدر تسافر. فهون كان صدمة، انا كنت عارف الحكي هذا بس كنت اسمعه سمعي، ما كنت عايش الموضوع هذا انه ما معي جنسية. طب عادي هيني عايش. بس في وقت ذاك حسيت انه شو يعني ما معك جنسية وما معك جواز سفر تسافر فيه. وجد طلعت لي كان فرصة مع إذاعة مونتي كارلو. أيوة. برضو ما قدرت أسافر. يعني طاقتك اللي تكون مفروض تبذلها بالأشياء اللي أنت بتسويها عشان بتحبها تصير تخف لحالها وتتوقع. بتفكر الموضوع، بتفكر أنا قاعد بحلم وبشتغل في حياتي كلها عشان أوصل لحقي، عشان أوصل لحقي وحقوقي.